السلام عليكم، اهلا بيكم في فرندا. انا سونيا حلفاوي، لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل فيديوهاتي اللي جايه. النهارده هنعمل مع بعض شوربه الفطر او المشروم، شوربه سهله لذيذه سريعه مغذيه والكل هيحبها، مغذيه جدا فيها كل العناصر، وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. يلا بينا نبدا. بسم الله، هنبدا نقطع المشروم شرايح او ممكن نستخدم المشروم المعلب. حله كده على النار، هنضيف شويه من الزيت وعليها معلقه من السمنه او من الزبده، هنضيف عليهم شرايح المشروم، هنشوحهم كويس على النار. بعد كده هنضيف معلقة من الدقيق وهنقلبهم كويس لحد ما ريحة الدقيق تطلع. هضيف 2 كوباية من مرقة الفراخ أو الدجاج، ونضيف عليهم 1 كوباية من الحليب ونقلبهم كويس مع بعض. هنبدأ نضيف عليهم معلقة فلفل أبيض، ولو ما عندناش نستخدم الأسود عادي. 1/2 معلقة بصل بودر، 1/2 معلقة ثوم بودر، 1/2 معلقة جنزبيل بودر، وشوية ملح. هنقلبهم كويس ونسيب المشروم يستوي في الشوربة. هنبدأ نقدمهم بالشكل الجميل ده ونزينهم بشرايح المشروم ورشة بصل أخضر. بجد بجد طعمها وشكلها تحفة، مغذية لذيذة سريعة والكل هيحبها. بكده نكون خلصنا وصفة شوربة المشروم اللذيذة بتاعتنا اللي طعمها رهيب جدا ومغذية جدا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات وتسيبوا لايك على الفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم.